طالع من صحيفة الصيحة، لجنة متابعة اتفاق السلام برئاسة النائب الأول تتخذ عددا من القرارات. الوطن مسؤولة أمريكية: سندعم السودان بقوة لاستكمال الانتقال. عنونت التيار ضبط شبكة تتاجر في جثامين بمشارح الخرطوم. اليوم التالي: وساطة إسرائيلية لحل أزمة سد النهضة. تلف أدوية بقيمة 11 مليون دولار. الجريدة: تمازج تدون بلاغات في مواجهة أفراد انتحلوا صفتها بالخرطوم. الانتباه: حمدوك يطلع على الهيكلة الجديدة للحرية والتغيير. وآخر عنوان من صحيفة السودانية: سيول تحاصر سنار والوالي يطلب عون الحكومة الاتحادية. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا ومتابعي برنامج بعد الطبح، حلقة جديدة نسلط الضوء على أبرز ما حوته صحافة الخرطوم لهذا اليوم. سعيدين جدا أن يكون برفقتنا في تحليل المواضيع المختارة اليوم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي طاهر المختصر، أهلا بك. زاد الله أوقاتك تسابيح، ودوما ما زاد برفقتك ورفقة المشاهدين الكرام. نعم، منورنا. أولى موضوعاتنا اليوم من صحيفة الصيحة بعنوان: لجنة متابعة اتفاق السلام برئاسة حميتي تتخذ عددا من القرارات. أصدر اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان عددا من القرارات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية، وانعقد الاجتماع بالقصر الجمهوري برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو. وقررت اللجنة تعديل القرار الرئاسي الخاص بلجنتي مسار الوسط والشمال ليصبح واحدا للجنتي ياسر العطا، واتخذت قرارا بعقد اجتماع لمسار دارفور برئاسة محمد حسن التعايشي. أهلا بك مجددا أستاذ طاهر المختصم، يعني كيف تنظر لمخرجات هذا الاجتماع؟ الاجتماع تأخر، يعني كلنا نعلم أنه اتفاق سلام جمعة تم توقيعه في 3 أكتوبر 2020. كان يفترض مفوضية السلام وهي المعنية بهذا الأمر أن تدير هذه الاجتماعات وتحقق المطلوبات بتاعتها، البطء والتلكؤ ده تسبب في عديد من الإشكاليات بالنسبة لأطراف السلام، بالنسبة لأهالي المناطق نفسها. نعم، يعني من المؤكد هنالك اهتمام كبير جدا بملف السلام من قبل الحكومة الانتقالية الحالية بشقيها المدني والعسكري، ولكن هذا الاهتمام بات لا يتناسب مع النتائج التي نراها الآن على أرض الواقع، خاصة أن هنالك يعني تحدي واضح جدا بما يختص بالترتيبات الأمنية. بند الترتيبات الأمنية ده حتى في مفاوضات الوقت الأكثر، يعني كل البنود تم التوافق عليها في فتر زمنية وجيزة ما عدا بند الترتيبات الأمنية، كان فيه كثير من الحديث حتى الناس وصلوا للاتفاق، لكن من الواضح تماما أن الموارد هي التحدي أمام بند الترتيبات الأمنية. من المعلوم بالضرورة أن وزير المالية والغائم على خزائن السودان هو رئيس حركة العدل والمساواة، إحدى الأطراف الموقع على اتفاق السلام، ولكن البطء تسبب أيضا في أضرار لأهل المنطقة. لو قرينا خروج يونميد من دارفور كان يجب أنه يكون في ترتيبات أمنية وقوات مشتركة عشان تغطي يونميد وتوفر الأمن، خصوصا نحن الآن بنشهد مشاكل في غرب دارفور، في غرب كردفان، مشاكل في غرب في جنين، في عدد من المناطق. نعم، نتمنى يعني الوصول لتوقيع نهائي لملف السلام في القريب العاجل. ننتقل سويا لملف آخر من الجريدة: تمازج تدون بلاغات في مواجهة أفراد انتحلوا صفتها بالخرطوم. نفت الجبهة الثالثة تمازج قطاع جلكاك صلتها بالمجموعة التي ألقت عليها السلطات القبض، وهي تنص ارتكازات بالخرطوم وتقوم بتفتيش المواطنين وابتزازهم. وكشفت في الوقت ذاته عن تدوين بلاغات جنائية في مواجهتها، ونفت تمازج في بيان لها ليس لديها أي قوات عسكرية داخل ولاية الخرطوم باستثناء عدد قليل من قياداتها العسكرية لمتابعة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية. يعني الخبر يتحدث عن
انتحال، هي جرائم نوعية، ولكن نتحدث عن انتحال بعض الشخصيات لجهة عسكرية، بالتأكيد هو موضوع مقلق جدا لتمازج بنفسها، خاصة نحن نتحدث عن هذا الانتحال في قلب العاصمة الخرطوم. سابق عدم انفاذ الترتيبات الأمنية دي واحدة من ارتداداته، لكن السؤال، الجيوش التي أتت مع حركات السلام متعددة، حركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان، عدد، لماذا تمازج هي وحدها؟ لماذا هناك لوحات سيارات مكتوبة؟ ليه ما الشرطة تحت المرور توقف؟ ممنوع أنه يكون في أي لوحة غير اللوحات المعتمدة من قبل إدارة المرور. ليه الحادثة بتاعت الطبيب الذي قتل في الإمارات وهو والده، هو والدته، قالوا أنه العربية تركبت فيها لوحة فيها مكتوب تمازج. مطلوب من تمازج إنها تطلع بمسؤولية الأخلاقية والوطنية، منع منسوبنا تماما من أي إجراء بخصوص نمر عربات أو بطاقات أو غيره، ولكن على الاستخبارات العسكرية أن تقوم بالدور الأكبر، لأنه أمن وأمان المواطن هو مسؤولية الأولى. نعم، أنت تحدثت عن ما هو المطلوب من ناحية التمازج، وأنا أود أن أسألك ما المطلوب من الجهات الأمنية المسؤولة تجاه هذا يعني الانتحال الذي لم يتكرر للمرة الأولى. هو طبعا يقع عاتق المسؤولية على المنظومة العسكرية كاملة والجهات الأمنية المختصة في هذا الشأن. ما يعني خلينا أقول دي فوضى، كونه أنه يكون في جهات ترتدي زي العسكري وتحمل بطاقات عسكرية وتقف للمواطنين عشان تشيل منهم قروش في الخرطوم، في العاصمة القومية، على بعد كيلومترات من القصر الجمهوري، من مجلس السيادة، من وزارة الدفاع، من القيادة العامة. بالتالي المنظومة الأمنية متكاملة، عليها حسم هذه الفوضى، تحديدا الاستخبارات العسكرية والشرطة، ديل هم المعنيين بالأمر، لأنه دي مسؤوليتهم، الطرقات، أي شخص ينتحل شخصية. المسألة دي مقلقة جدا جدا لو لم يتم حسمها بسرعة. وخلينا هنا نحيي قوات الشرطة اللي جات مرة ولقت النقطة دي وهربوا منها وحاولوا انه يتبادلوا اطلاق النار، واستطاعت قوات الشرطة انه تلغي القبض على المتهمين كلهم. لكن يجب ان يكون القانون رادع في مثل هذه التصرفات. نعم، وفي ذات السياق من الملف الامني ننتقل لصحيفة التيار، ضبط شبكة تتاجر في جثامين بمشارح الخرطوم. ضبطت لجنة تحقيق في اختفاء الأشخاص قسريا المفقودين شبكة تعمل في تجارة الأعضاء البشرية وبيع الجثامين داخل عدد من مشارح العاصمة الخرطوم. وقال محققون لسودان تربون إن اللجنة ضبطت شبكة تعمل في تجارة الأعضاء البشرية في بعض المشارح وبيع الجثامين، وأشاروا إلى أن تحقيق أجري مع متهمين سجلوا فيه اعترافات قضائية تثبت تورطهم في تجارة الأعضاء البشرية داخل عدد من المشارح. يعني في اعتقادي أن هذا الخبر لا يحتاج لأسئلة كثيرة. يعني سؤال، مثل هذه الأخبار يعني تثير المخاوف، خاصة يعني نتحدث عن مفقودين، نتحدث عن أوضاع أمنية هشة جدا بالبلاد، نتحدث عن ملف الترتيبات الأمنية في الخبر السابق، ولكن المشهد بات مقلق جدا. تحديدا هذا الخبر، يعني حتى الأموات يخشون على لم يتركوهم في حالهم. خصوصا لما نقرأ أنه قبل أسبوعين جاء فريق عدلي من دولة أخرى، أفتكر من الأرجنتين، وحاول أنه يبدأ شغل ولم يستطيع. لكن يبدو أن إجراءات الدخول والخروج للجثامين والرفات إلى المشارح تحتاج إلى بعض الضبط، تحتاج إلى أنه يكون في جهة مسؤولة تماما عن إدخال أي رفات أو أي جثمان. الحادثة دي مغلقة، لكن تفتح الباب أمام من يستفيد من هذه الأجزاء البشرية للجثامين. مؤكد أن منتسبي كليات الطب في الجامعات المختلفة هم الوحيدين الذين يستطيعون لناحية علمية يستفيدوا من الحاجة دي. لا أعتقد أن هناك شخص آخر سيستفيد من أعضاء جسامين. بالتالي مطلوب أيضا من الجامعات ومن وزارة التعليم العالي المسؤولية الأخلاقية والرقابة في المقام الأول. هل تعتقد أن هنالك جهات يمكن أن تعمل في تعقيد المشهد في السودان؟
دون شك أنا ممكن أشبه السودان بأنه في عنق الزجاجة، ظل لـ30 عام تحت حكم شمولي وحكم غمعي، بعد الـ30 سنة الآن يخرج لبراحات كبيرة، لفضاءات واسعة، الآن في عنق الزجاجة في الفترة الانتقالية دي. كثير من الفاعلين في المشهد من خلف ستار يحاولون صنع أزمات، صنع كذا، لكن ده بيعيدنا للمبادرة التي طرحها رئيس الوزراء قبل حوالي شهر عشان معالجة هذه الاختلالات. نعم، وننتقل لتصريحات أو ما يختص بالسيد رئيس الوزراء من صحيفة الوطن. التقت حمدوك مسؤولة أمريكية: سندعم السودان بقوة لاستكمال المعجزة. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء المديرة التنفيذية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دكتور ثامينة باور والوفد المرافق لها بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف ووزيرة الخارجية الدكتور مريم الصادق المهدي ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، بجانب القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان بريان شوكان. يعني نحن في مرحلة يتطلع السودان لبناء علاقات خارجية، بالطبع هذا البناء يأتي لمصالح السودان، ولكن كيف تنظر لمستقبل أو ما يمضي فيه السودان للعلاقات السودانية بالولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الأكبر والحليف الأهم بالنسبة للسودان، زيارة المسؤولة الأمريكية سامانثا نفسها بتشكل أهمية، لأنها هي مسؤولة عن الوكالة بتاعت التنمية اللي هي عندها مشاريع كبيرة منذ عهد الرئيس أوباما للطاقة في أفريقيا، تحديدا ملف الطاقة تم نقاشه باستفاضة، وكلنا بندري أن واحدة من المشكلات الكبيرة في السودان هي الطاقة وتوفر التيار الكهربائي وغيره، ودي تم الترتيب فيها لدعم للطاقة، ربما يجعل مسألة مشاكل التيار الكهربائي في طي النسيان. الحديث كان مهم في أنه هي في السودان تمثل الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الانتقال وتوثيق التغيير، وبتفتكر أنه التغيير أو الثورة السودانية ثورة ديسمبر معجزة، أنا استوقفني وصفها لأنه ديسمبر معجزة. نعم، نحن نتحدث عن التغيير وثورة ديسمبر، ولكن الكثيرون ينظرون لنا أن تطور علاقة الخرطوم بالولايات المتحدة يعني لديها مقابل، ربما ما تدفعه الخرطوم للولايات المتحدة مقابل تلك الاستثمارات أو المساعدات التي ستجنى إليها؟ السودان موقعه الجيوسياسي مهم جدا جدا جغرافيا، الدول المحيطة به، هجرات البشر اللي بتتم لأوروبا بتتم عبره، إضافة إلى أنه موقع الجغرافي المهم ده في مناطق محيطة فيها بوكو حرام في نيجيريا والحركات المسلحة والانفلات الأمني اللي بيحدث في ليبيا، وجود سودان موحد قوي عنده علاقات مع المجتمع الدولي بيوفر كثير من الأمان من نحو التهديدات المحيط بالعالم كله. نعم، وننتقل لملف آخر مهم جدا، ملف دولي من صحيفة اليوم التالي: وساطة إسرائيلية لحل أزمة سد النهضة. كشف موقع بوتكيان ويرد البحثي عن تحركات إسرائيلية داخل دهريس الاتحاد الأفريقي من أجل التوسط لإنهاء أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا. وقال الموقع في تقرير له إن صفة مراقب التي منحها الاتحاد الأفريقي لإسرائيل فضلا عن التقلقل العميق للدولة العبرية في القارة السمراء والتطبيع مع معظم الدول الأفريقية يمنحها قروض ضغط كافية للعب دور محوري في حل نزاع سد النهضة. أستاذ الطاهر، يعني نبدأ من حيث نهاية الخبر، صفة المراقب التي منحها الاتحاد الأفريقي لدولة إسرائيل، يعني كي تلعب دور مهم جدا في حل النزاع خاصة سد النهضة بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا، ما تعليقك على هذا؟ تقول إسرائيل نفسها للاتحاد الأفريقي بعد 20 سنة ظلت خلف الأبواب تطلب وتضغط للدخول بصفة مراقب في الاتحاد الأفريقي، طبعا في دول كثيرة غير أفريقية مراقبة
عند عضوية كمراقبة في الاتحاد الأفريقي، ولكن يبدو أن السيد موسى فكي الآن أعطى إسرائيل ما تريد بعد 20 عاما. في دول أفريقية رفضت وجود إسرائيل كمراغب زي جنوب أفريقيا كمثال، وأصدرت بيان رفض. لكن ما يهمنا أن سد النهضة والتمترس الأثيوبي وعدم الوصول لاتفاق قانوني ملزم جعل كثير من الأطراف تحاول أن تلعب دور الوسيط. نعم، نتمنى حل وبتر فتيل الخلافات داخل سد النهضة واتفاق الدول الثلاث. ننتقل لآخر صحيفة اليوم التالي، تلف أدوية بقيمة 11 مليون دولار في وقت كانت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الطوارئ، والمواطن يشتكي في سبيل الحصول على دريب ملح. توجد حاويات دواء بقيمة 11 مليون دولار تقع بميناء بورت سودان، تبرعت بها منظمة أمريكية مجانا وبقيت في مكانها وما زالت حتى اليوم حتى انتهت صلاحية معظم أصناف الأدوية بها. يعني ما يعني يوجع المواطن السوداني أنه كان يعاني من عدم الحصول على أقل شيء من الأدوية وهو درب الملح كما جاء في الخبر، ولكن إلى الآن باتت البلاد تعاني من نقص حاد في الأدوية، خاصة الأدوية المنقذة، وحتى إن توفرت فهي بأسعار باهظة جدا. يعني الشكاوي ما زالت مستمرة، كيف تفسر ما حدث إلى الآن منذ النقص الحاد في الأدوية إلى حين فساد الأدوية بهذه القيمة العالية؟ يعني أنا بفتكر أنه الحكومة ورئيس الوزراء يجب أن يجري تحقيق في الجهات التي عطلت دخول هذه الأدوية ومن تثبت عليه هذه التهمة، وخصوصا وزير الصحة إذا كان يعلم أن هذه الأدوية معطلة من غير أسباب فنية، ممكن تكون غير مطابقة للمواصفات مثلا، لكن لو مطابقة للمواصفات وتم تعطيلها عليه أن يستغل وزير الصحة، وإن كان لا يعلم والتحقيق ده حقيقة أوردته الصحيفة عليه أن يغال. يعني مسألة الدواء المنقذ للحياة واحدة من الإشكاليات الكبيرة جدا جدا اللي بتواجه المواطنين، انعدام نوع الأدوية نفسه، خصوصا أن الحكومة منذ أكثر من 6 شهور وهي بتعلن أنه خلال 2 شهر سيبدأ اختراق في حل الأدوية، ثم 2 شهر ثم 2 شهر. هذا الخبر محزن جدا جدا لو صح. فبتوقع أنه وزير الصحة عليه أن يخرج ويوضح حقيقة هذا الأمر، وبناء على هذا التوضيح يجب أن يتخذ إجراء بالاستغالة أو الإغالة. نعم، يعني بالتأكيد الخبر يتحدث عن تبرع مجاني للمواطنين، ولكن حتى لم توفر، يعني لا أود أن أتهم جهة بعينها، ولكن جاءت يعني منذ أشهر كثيرة أدوية مجانية للمواطنين ولم تصرف ولا ندري إلى أين ذهبت. ملف الصحة واحد من الملفات المعقدة جدا جدا. وزارة الصحة منذ بداية حكومة الفترة الانتقالية الأولى كلنا شفنا الوزير الأول كان فيها دكتور أكرم وعدد الأزمات التي صنعت في عهده، ثم تم تغيير دكتور أكرم بدكتور عمر النجيب، وأيضا ما تزال هذه الإشكاليات مستمرة. خطورة هذا الأمر إنه مرتبط بحياة المواطنين، يعني الأمراض المنقذة الأدوية المنقذة للحياة دي ما ممكن مريض يوقفها، الأغلاء الأسعار، انعدامها، تلفها زي ما حصل، دي واحدة من الإشكاليات الكبيرة جدا جدا التي يجب أن تحدد فيها المسؤولية. نعم، في ملف آخر أستاذ يعني محتصم، نحن الآن في فصل الخريف ولا بد أن نعرف استعدادات الحكومة الانتقالية، خاصة يعني خريف هذا العام يظل تحدي كبير أمام الحكومة الانتقالية. ولدينا عنوان من صحيفة السوداني: السيول تحاصر سنار والوالي يطلب عون الحكومة الاتحادية. ما المطلوب من الجهات المعنية من الحكومة الاتحادية من ولاية الخرطوم ونحن داخل العاصمة؟ خلينا نقول إنه أهلنا في سنار، يعني نزل ربنا سبحانه وتعالى إنه ييسر الأمر وإنه الحكومة الاتحادية تتدخل فورا
الأسبوع الماضي أيضا في الفاو أهلنا حصلت فيضانات وسيول برضو تسببت في أضرار كبيرة. موالي سنار طلب عون الحكومة العاجل لتخفيف الأضرار على السكان. ما يخص ولاية الخرطوم، وولاية الخرطوم دي هي نصف السودان طبعا، في حقيقة رغم المتابعات المبكرة ولاية الخرطوم بدأت إجراءات في مناطق الهشاشة، في مناطق المصارف والخيران المفروض تصرف المياه، لكن ما تزال هناك إشكاليات كبيرة. المطر الأخيرة والقبلها رغم إنها ليست بمنسوب كبير ولكن تسببت في أضرار لعدد من المواطنين. الآن وأنا قادم إلى الاستوديو وجدت العمال يعملون في منطقة النيل أيضا لفتح المصارف. مطلوب غرفة أزمة على مدى 24 ساعة للفترة بتاعة شهر 8، ده هو الشهر اللي بتجي فيه كميات أمطار أكثر وبتجي فيه سيول. نعم، هي رسالة واضحة جدا للأجهزة المعنية بخصوص هذا الأمر. نحن شاكرين لك جدا الأستاذ طاهر المحتصم، يعني حلقة ممتعة جدا برفقتك بمعلوماتك القيمة والمثمرة، شكرا لك. شكرا أستاذة تسابيح، دوما ما أزعل برفقتك ورفقة المشاهدين الكرام. مشاهدينا، انتهت حلقتنا اليوم من برنامج بعد الطبع، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.